في الفيديو ده هنشوف ازاي نتنقل جوه محاكي كارلا. لو انا فتحت كارلا بالشكل ده كده، المفروض ان هي هتفتح بالشكل ده كده. تقدر تقرب عن طريق زرار الدبليو من الكيبورد، بتقرب عن طريق الدي بتتحرك يمين، عن طريق الاي بتتحرك شمال، عن طريق الاس بترجع لورا بالشكل ده كده. الاي بتطلعك لفوق والكيو بتنزلك لتحت. فمثلا خليني اخد بصة على البيئة كده من فوق، بحيث ان هاجي عند الميدان ده كده واقدر ان انا ابص لتحت، اميل الكاميرا بتحت عن طريق الفارة، اضغط بالفارة واتحرك لتحت بالشكل ده كده، فكده واسيب انا كده ايه باصص لتحت. اقدر ان انا ازوم اوت عن طريق زرار الاس، فاقدر ان انا اخد الفيو من فوق بالشكل ده كده للبيئة، بحيث ان لما العربية بتاعتي تنزل في راندوم بوينت اقدر اعرف هي موجودة فين في البيئة. ده كان فيديو صغير بوريك بس ازاي تقدر تتنقل جوه البيئة عشان دي ما تسبب لكش مشكلة قدام واحنا بنشرح.